بيوتي باي ليلى عباد. اليوم بنشوف كيف بدنا نحضر حالنا للمناسبات، اذا كانت طارئه او عارفين وبدنا نحضر لها كمان. منصور صباح الخير. صح، حسب الوقت اللي بتبقى معنا بنشتغل. مزبوط، وحسب ما نعرف يعني ايام بيعلمونا بمناسبه ما قبل بيوم، وايام معنا وقت وعنا شهر وايفنت ريد كاربت ويدينج مناسبات خاصه بالعيله. لازم يكون عنا لكل شيء هيك نوع من التحضير البسيط، واحيانا لازم يكون دقيق اذا كانت الاوكيجن كبيره. رح نبتدي اليوم بشيء يلي هو العنوان الكبير، انه الكونفيدنس. لما انا بعرف حضر حالي لمناسبه ما بصير في عندي ثقه بذاتي اكثر، وهذا الشيء بيساعدني لحتى تكون اطلالتي اجمل. يعني الدريسنج تيبل مش غلط، انه لما اعرف شو في عندي مناسبه حضر هالدريسنج تيبل بسكين كير تريتمنت وبالميك اب يلي رح اعتمده. ولكن قبل دريسنج تيبل لازم اكون عرفت الاوتفيت يلي بدي البسه. ليه؟ لانه لون الاوتفيت بيساعدني باختيار الميك اب يلي بدي احطه قدامي لكون سريعه، لحتى ما اقولكم هيدا احلى او يمكن وين هاي، لكون انا براكتيكال ومرتاحه لازم اكون محضره بهالطريقه. اخترت هالعنوان لاقول انه اجى الصيف وقريب جدا بلش الاوكيجنز الكبار، واوريدي بلشنا عمادات واول قربانه وبلش تحضير لاعراس وافراح ومناسبات كبيره. ولنبتدي بالصور نقول انه الاوتفيت هو اختياري بمهم، ولكن السكين كير، السكين كير بدي عم شوف بهالصوره سكرابينج. قبل المناسبات مستحب اقرا على السكراب اونزيماتيك. اما التنظيف بالصوره اللي عم نشوفها هي شو اللي لازم اعمله، وهون بدي اعطي سر كثير مهم للبشره قبل 1 داي اذا عندي اوكيجن. خلينا نقول عندي 1 داي، لازم اعمل دبل كلينز، يعني بنظف بشرتي بالميلك والتونيك الساعة 5، برجع قبل ما نيم برجع بنظف. يعني 2 times الكلينزينج لازم يكون لحتى أعمل هالنشاط لبشرتي ويكون فيها جلو أكتر. وكب مي بكتير باردة ما بعد الساعة 5 وقبل النوم حتى فترة، لأنه أهم وصفة لا سبيشال اوكيشنز اذا قبل بيوم كون نايمه منيح. لان اذا عامله ستريس وما نمت شو ما عملت ما رح كون مرتاحه. سو المي الفتره قبل النوم هي مستحبه اكثر، اعزل عني الستريس لحتى اكون مرتاحه. اما اذا كان بدي ادخل لبيوتي سنتر ليهتموا فيي بالبيوتي سنتر، الشيت ماسك هن احلى شيء معقول ينعمل، والسوان دو فيزاج مش النتواياج. في ناس بيلجأوا ليعملوا جلو تريتمنت بأكوا فيشل. أكوا فيشل بليز خلينا نأكد أنه الأكوا فيشل هو نتواياج. إن شلنا عملنا إكستراكشن للبوانوار أو ما عملنا، وهي الصورة بدي أتركها لأقول عن بعد 1 month، بس خليني أقول أنه الأكوا فيشل صحيح بيعطي إكلا، بيسكر المسام، ومهم كتير ومهم أنه نعمله بيفور 1 week. اما النتواياج التراديشنال لازم يكون بيفور 1 month اذا كانت البشره اكنيك. بهالصوره يلي عم نشوفها نحن عم نحضر البشره ليصير فيها جلو. يعني انا بدي نظف البشره لمناسبه قبل باسبوعين او قبل باسبوع اذا كان في اكستراكشن. اذا ما في اكستراكشن كل السيرومز والفيتامين سي والاشياء يلي مثل ما عم نشوفها بتعطي اكلاء للبشره هي بنقول هايدريت تو اليمينيت. قد ما رطب البشره قد ما تعمل اليمينيشن. اذا المناسبه قبل بيوم بدي اعمل ريتش كريم قبل ما نام، مش حتى لو كانت بالصيف. بدي اعمل الماسك بعد الظهر، السكرابينج قبل الماسك،
اما الكلينزينج بيكون مثل حرجع عيد نفسي بعد الظهر وعشيه، السيروم قبل كريم الليل حتى مستحب، وقبل الماسك حتى كمان مستحب. اذا تعذر علي شيت ماسك او اي ماسك عندي بالسكين برودكتس الروتين اللي عندي، في الجا لوصفه كثير بسيطه، صفار بيضة، ملعقة عسل، نص ملعقة زيت، وملعقة حليب، بخلطهم مع بعضهم وبمدهم على الوجه لعشر دقايق أو 15 دقيقة وبغسل وجهي. رح يكون في عندي illumination قوي. أي زيت؟ أي زيت موجود، زيت زيتون، زيت اللوز، زيت الكوكونات. إذا عندي مناسبة قبل بيوم ومحتارة شو بدي أعمل، بدي أقول كلمة كتير حلوة، baby your skin. شو معنات baby your skin؟ يعني نعمل شوية تدليك، نغنج بشرتنا، نحط الكريم بنعومة وكأنه هيك عم دفي بشرتي بدون ما شد عليها، وارجع أكون أكيدة أني أنا بالستروكس تبع عم كون upper strokes، وحط الكريم يلي traditional، أو إذا عندي مجال أكتر مثل ما قلنا بالسكراب والماسك. جينا لمناسبة وأنا عرفت فيها قبل بأسبوع، قبل بأسبوع عندي وقت أحكي عن كتير إشياء. هيدا الشيت ماسك يلي حكينا عنه يلي هو سريع، يعني فيه حتى قبل ما أعمل ميك أب حطه، أنطر 10 دقايق 20 دقيقة شيله وأعمل ميك أب. كتير براكتيكال هالنوع من الماسكس يلي بيعطوا جلو للبشرة. بالنسبة للسكين بنعرف نحن انه البشرة بحاجة لإكسفوليشن. اذا انا عارفة عن المناسبة قبل باسبوع ما في اعمل بيلينج قوي، ما في اعمل إكسفوليشن قوي، في صار النهار ويكون في تقشير بعد، صح حيكون عم بيقشر. ولكن اذا بعرف قبل بشهر في امور كتيرة. خلينا نركز وناخد الفترة يلي نحن فينا نكون فيها عم نعتني فيها لبشرتنا، يلي هي اذا انا عرفت قبل بشهر. قبل بشهر في يكون حضرت البشرة بفيك تان، إذا أنا بحب حالي يكون أغمق، بسولاريوم إذا بحب أن يكون بشرتي، أو سبراي برونزينج سبراي يلي هو أوتو برونزان، بلش حضر لأنه إذا ما كنت عم روح على الشمس. أما إذا كنت عم روح على الشمس بدي يكون منتبه لأنه أيام بتترك ردات فعل عكسية على البشرة. الماسكز كتيري اللي فيني أعملها بالبيت أو بالبيوتي سنتر، ولكن لازم انتبه أنه ما استخدم شيء ما بعرفه قبل أوكيجن، لأن يمكن نوقع بإريتيشن أو ريدنس، كل هالإشياء يلي بتزعج. بالعودة لقلنا خلي يكون يعني شيء مجربته قبل، شيء مجربينه بالعودة لنقول، نبلش نقول إذا أعطينا قبل بأسبوع، قبل بجمعة يعني قبل بأسبوع في يكون حددت موعد واكسينج للجسم، لحتى لما بكون عم حضر جسمي كمان برتاح نفسيا. من بعدها في أعمل سكرابينج لجسمي. أما البشرة إذا كنت بدي أعمل فيشل وبدي أقسم ثلاثة أقسام، برايتنينج أو بليتشينج واكسينج. في ناس بتعمل شوية واكس، في ناس بتعمل تشقير للوبر، وفي ناس بتفكر أنه بعمل إبيلاسيون إلكتريك. إبيلاسيون إلكتريك قبل بجمعة مش مستحب، قبل بأسبوعين، لأن يمكن يكون تارك شوية إريتيشن. إذا كنا عم نعمل بليتشينج وعنا نتواياج، مفروض أنه البليتشينج نعزله عن النتواياج. وإذا أنا بمطرح في كفاءة بينعمل البليتشينج بالأول بيرجع بيتبلش بالنتواياج. إذا كان في واكسينج بينعمل الواكسينج أي نزع بالشمع ما بعد التنظيف، مش قبل التنظيف لأنه بيعمل إريتيشن، أو بيكون قبل بأسبوع، قبل بأربعة أيام، قبل بثلاث أيام، لحتى ما يترك أي إريتيشن. ضروري نفرق بهالأمور. وإذا كنا بمكان موثوق فيه في الواكسينج يصير قبل ما ينحط آخر شيء الماسك، قبل ما يكون يعني بكون خلصنا من النتواياج، وفينا نعمل واكسينج على الأبر ليب، مش غلط بيكون عم ينعمل ستيمي. ناخد وقفة صغيرة لإلهام نتابع معك.
بيوتي باي ليلى عبيد عم نحكي عن التحضير للمناسبات، يعني قلنا اذا معنا وقت فينا نعمل كثير اشياء، بس اذا ما معنا وقت بدنا نستعيد عنها باشياء سريعه ما تكون عندها اي ريسك على البشره. وقبل ما نوصل لقبل بشهر يلي هي الاهم، بدي احكي عن الفاكيشن. كثير بيسالوني في عامل نتواياج قبل ما اروح فاكيشن يما بس ارجع. بالتاكيد من بعد الفاكيشن، قبل الفاكيشن بكون عم تعرض للشمس، بكون راح لارتاح، مش لاقعد افكر اوعى وهيدي بتضرني. خلينا نكون مرتاحين بالفاكيشن ونكون عرفنا انه نحن تركين اثار على البشره بدي الجا لتحسينها. سو قبل الفاكيشن بالعكس ما في تحضيرات، بنرجع من الفاكيشن نعمل فيشل، بنعمل ديسكوميشن، بنعمل سكرابينج، بنعمل ماسكيت. بعودي كنا بلشنا نحكي عن انه قبل بشهر شو التحضيرات. قبل بشهر في اعمل تاتواج، في اذا صار التاتواج فيدد ارجع قوي لحتى كونوا الحاجب ويل ديفايند. العين بتصير بارزه اكثر لما بيكون حاجبه بارز وجميل وانيق. وقبل بشهر عندي وقت ليقشر، لاذا في هيك سلايد سكابينج بكونوا راحوا ان كان على الشفاف او على الحاجب. وانا هون بصر على الحاجب لانه بعتبر انه الحاجب بيرسم العين. ليه حكيت عن البرونزاج؟ لانه وي ستراكتشر ذا فيس، وي ستراكتشر ذا بادي. لما الجسم بيكون شوي هيك فيه لون اغمق شوي بريحنا، اذا الفستان قصير ولا حاسه حالي هيك مش مرتاحه. الكونفيدنس، والكونفيدنس هو بالسكين تانينج، لما بنعمل شويه برونزاج على الجسم بيعطينا كونفيدنس. اذا في هيك اشياء صغيره نقط شميات بيتحسن مظهرهم، مع انه على الديكولتي بيزيدوا وبصيروا أسوأ، ولكن مع سان سكرين بضل نوصل للنتيجه اللي بدنا اياها، والاتقاء من الوقت الخطا للتعرض للشمس على البحر. قبل بشهر حطيت عملت التاتواج. وفي شيء انه ما فينا نتهرب انه البعض بحاجه لفيلر، بحاجه لبوتوكس، كمان قبل بشهر مستحب انه يكون مش قبل بجمعه ولا قبل بيومين، مش قبل بيومين وحتى قبل بشهرين حتى، ولكن قبل بشهر هو سيف تنزور الطبيب ونقوم بهالاشياء يلي بتحسننا ثقتنا بذاتنا. اذا كان في شويه هبوط بمنطقه حول العينين او عند الخدود او هل الهوريزونتال رينكلز او سوفت لاينز على الجبين، حددنا الحاجب، حسنا شقله الوجه. اذا كان بعدني بقدر اني اعمل سوفت بيلينج ببيوتي سنتر مش غلط، وهيدا اللي بيكون التحسين بقلب الحاجب، بنحسن الشكل يضلوا الحاجب هو زيته ولكن نعبي شوي. نزع الحاجب بيكون قبل بيوم او قبل بيومين لتضل هالمنطقه مضوايه يلي هي بتساعد كثير انه يكون مرتب الحاجب. والاهم مثل ما قلت انه نكون محضرين حالنا لنوم عميق قبل. وبالتاكيد كل شيء بدنا نقوم فيه اذا كان للاظافر نجرب انه اذا رايحين فاكيشن ما نحط جيل مثل ما الناس بتفكر انه بحط جيل او بحط رابر ليضاين، لانه اذا انزعجتي من شيء ولا حسيت انكسر ضفر ولا شيء بيصير ما فيك تصلحي. معلش كون بلا نيل بولش اذا انا عندي فاكيشن، او سمبل نيل بولش اقدر اغيره، سمبل نيل بولش او الفرنش مانيكير بيضاين اكثر. اذا حطينا جيل افكت على كتوب كوت بيساعد كثير انه يكون عم بيضاين اكثر. وما ننسى اذا بفاكيشن ناخذ معنا التروس البسيط يلي بتساعدنا. أما الشعر ما فيه محضر الشعر، لأنه لمعية الوجه هي كل هالأريا اللي بتضوي على وجهنا. أخذ قرار إذا كان بدي فتح الشعر أو عندي شوية رينبو بلاش لايتس قدام الوجه لحتى ضويهم، أعمل تريمينج أو قص الهير كات يلي بتلبق لي. هالشي بلش فيه قبل بشهر لحتى أكد أنه اللون عم بيساعدني لأي ميك اب بدي أعمله. الهير كات يلي بدي أعملها تكون كتير بتعمل كونتورينج لوجهي، لأنه
أي شخص بشد شعره كتير لازم يكون جيلو أو لازم يكون عنده بشرة كتير مشدودة كتير نظيفة كتير يانج لحتى ما نعرض وجهنا أنه نبين تعبانين أكتر. So we contour the face بالقصات يلي هلأ كتير موضة. فرنج مش غلط أنه يكون في شوي هيك كيرتن بانجز من قدام لحتى نضلنا عاملين هالكونتورينج افكت على الوجه. ومش غلط نشد الشعر لما بكون بيلبق لنا وعنا صحة الشعر. وما ننسى خصص اريا بالخزانة كون حطيت فيها الكلاتش اللي بدي امسكه، الشوز اللي بدي استخدمهم، وما اكون محتارة اخر الدقيقة وكأنه الاشياء ضايعة فيها. كنت تأكدت جربتها، اخترت الشوز اللي بيريحوني واذا فستان طويل اللي بيطولوني، كل هالاشياء يلي بتساعدنا لنكون احلى. وما ننسى انه الثقة بالزيت هي لما بنكون نحن بنعرف شو بدنا، واذا ما بنعرف نستعين باشخاص يلي هن ايمج كونسلتنت يلي بتساعدنا اكثر اذا كنا نحن ما عندنا اختيارات صائبه. وهيدا الشيء كثير انا بساعد الاشخاص لحتى يعرفوا شو بيلبق لهم، شو الالوان اللي بتريحهم، لانه يمكن عندنا فستان جديد وما بيحليني، وعندي فستان اقدم شوي اذا حطيت له اكسسوارز والكت تبعه اذا كانت لونج بلانش نيك او اذا كان في عندي القصه اللي بتناسبني او اللون اللي بيناسبني. يمكن انا بعرف انه الاسود بيلبق لي، بحب الاسود، بس انه يمكن هاللون فرح لانه الاوكيجن انا اوت دور على بيسين ما في يكون لبسي اسود بالرغم من انه بيلبق لي. بدي يكون كمان مثل ما بنقول مش اتيكيت، حسب المناسبه حسب المناسبه يكون مرتاح ومكان المناسبه. اما الفاونديشن يلي بدي استخدمه بدي اقول انه البي بي كريم او سي سي كريمز هن لايت وخفيفين، اذا صار في تعرق ما منحس انه الوجه تغير كتير، وهيدا الشيء بيساعد انه يكون انا فريش. ولكن الكونسيلر بضل له دوره الاساسي لحتى يكون في هيك هالامتداد للالوان، ما يكون في كتير فرق لما بنكون عم نكون باوت دور لانه بيلعب دور البرونزر اكثر لحتى يضوينا. الرموش مش غلط بولا مناسبه الا حلوين، حلوين ان كانوا بيرمننت او كانوا رموش او كان هيفي ماسكارا. انا بفضل الرموش على الهيفي ماسكارا لانه بيريحونا وما بيتعبوا العينين والنظره، ولكن يكونوا مع بروفيشنال بيبل. وبالختام اور بيرفيوم بتلعب كتير دور لشخصيتنا، ما نختار بيرفيوم كتير قوي اذا المناسبه صباحيه، ما نختار بيرفيوم ما يكون شوي بودري فلورال اذا كنت انا هيك بمناسبه قاعده مثل ما بقولوا وجها لوجه مع الاشخاص كتير قريبه عليهم لحتى ما تكون العطر كتير قوي. ما غير البارفان تبعي، ولكن اذا بين الاودو تواليت والاودو بارفان بيساعد ايام انه يخفف من حديه البرفيوم القوي لما بنكون، خاصه اذا رايحين برفقه اشخاص بسياره واحده نكون حاطين برفيوم كتير قوي وسياره مسكره، يمكن بعض الاشخاص ما بحبوا هالاودر ينزعجوا. نختار لنا البارفان يلي دايما بيعكس البيس لوك يلي عنا اياه، هالمظهر اللي فيه سليم. وانا كثير بركز على هيدا الشيء لما بعتبر السليم هو جميل بحد ذاته، سو نختار الاشياء الخفيفه الناعمه ويلي بتشبهنا. ميرسي ليلى، بنشوفك بحلقه جديده. ثانك يو. بناخذ وقفه هلا وبنرجع بنتابع لايف.